شاشة ممتازة للعيبة الكونسول. شاشة بينكيوب مقاس 32 إنش، برغم أن شكلها تقليدي واعتيادي، لكن فيها مواصفات ممتازة جدا لأي لاعب كونسول. ولما نقول كونسول نتكلم عن اللي يملكون أجهزة بلاي ستيشن 4 برو والأكس بوكس 1 إكس تحديدا، لأنها تدعم كل التقنيات الموجودة فيهم. الشاشة دقتها 4K، يعني 3840 في 2160 بكسل، وتدعم تقنية الـ HDR للألوان وإضاءة أفضل. وفي زر خاص يشغل لك الـ HDR مع تقنية خاصة من بينكيو اسمها PI+. وهذه التقنية تخلي إضاءة الشاشة تشتغل بشكل أوتوماتيكي حسب قوة إضاءة المكان. بالنسبة للحد الأعلى للإضاءة فهو 300 نت، وقت الاستجابة أو الـ Response Time هو 4 أجزاء من الثانية مع Refresh Rate 60 هرتز، وإمكانية تحريك الشاشة بشكل بسيط للأمام والخلف. بالإضافة لذلك الشاشة تغطي الألوان DCI-P3 بنسبة 95%، وهذه تعتبر نسبة عالية بالنسبة للشاشات. وعشان تضمن أن لعبك سلس وما في أي تقطيع من الشاشة أو فريمات مكسورة، حطوا لك تقنية AMD FreeSync، وهذه تتوافق مع كروت الجرافيكس من شركة AMD. أما المنافذ الموجودة فهم HDMI 2 USB-C و DisplayPort ومنفذ للسماعة 3.5 مع سماعتين سبيكر. الشاشة متوفرة الآن في موقع جيلي.com عبر الرابط الموجود في الديسكريبشن. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.